ملف التحكيم في الدوري المصري الموسم الحالي، لكن ناخد الاول التليفون اللي معانا زميلنا احمد عبد الباسط. مساء الفل عليك يا احمد. ده الفل، برحب بك يا شيما وبرحب بالاستاذ رامي رجب وكل المشاهدين. اي حاجه طبعا بتخص اتحاد الكوره دايما نجري على الناقد الرياضي الكبير احمد عبد الباسط، بيقول لنا اخر الاخبار. كان في اجتماع لاتحاد الكوره وكان من اهم النقاط اللي المفروض يتم مناقشتها النهارده المواعيد الخاصه بالدوري المصري الممتاز وكمان السوبر والكاس. بالظبط، يعني النهارده هو كان في كلام كتير، ملفات كتير مطروحه. خلينا ناخدها ملف ملف كده. انه في البدايه تم الموافقه على اقامه مباراتين للمنتخب المصري الاولمبي مع اوزبكستان، دول هيتلعبوا مع بعض في اوزبكستان، وبعدين مباراه يوم 16 مايو مع المنتخب الفلسطيني في القدس ان شاء الله. طبعا مباراه مهمه جدا بين المنتخبين الشقيقين، تم الموافقه صحيح عليهم. باقي بس بعض دي هتكون في رام الله. بالظبط في رام الله، وهيبقى يعني فاضل بعض الموافقات الامنيه البسيطه اللي بتتعمل، ودي هيبقى لقاء اشقاء، يعني حاجه محترمه جدا. اكيد طبعا. في برضه النهارده اتحاد الكره قرر انه يعمل احتفاليه بقى اول مره تتعمل للانديه اللي صعدت من كل قسم، يعني من القسم الثاني للقسم الممتاز، من الثالث من الرابع للثالث وهكذا. هيعمل احتفاليه للانديه دي كلها. في نقطة مهمة جدا بس الناس بتسأل عليها، وهي انه اتحاد الكرة هيحدد ازاي الاربع اندية المتأهلين للكونفدرالية او دوري الابطال. صحيح. فهو اتحاد الكرة هيتواصل مع، وده القرار النهائي اللي خدوه، هيتواصل مع الاتحاد الافريقي عن طريق المهندس هاني ابو ريده رئيس الاتحاد، انه يتم تعويض الاندية المصرية بارقام. بمعنى انه انا هيتعمل جدول او هيتحط الفرق، فيتحط انه هنا الاهلي والزمالك مثلا هيشاركوا في دوري الابطال، فيتحط واحد واثنين. في الكونفدراليه مثلا بيراميدز ومعاها فريق الرابع هيتحط برضه واحد واثنين، معروف ان واحد واثنين دي ارقام الانديه المصريه تتسكن فيما بعد، يعني هم يعوضوا اسماء الانديه المصريه بارقام لحين انتهاء الدوري والكاس، علشان خاطر احنا عارفين اول ثلاثه في الدوري بيبقى دوري ابطال والثالث بيبقى كونفدراليه، واول الكاس هو اللي بيبقى في الكونفدراليه برضه. دي كانت بعض الملفات. هم ما التفتوش النهارده لموضوع السوبر او الكلام ده، لانه كاس مصر لسه مش معروف مصيره. ما التفتوش ايضا موضوع تحديد مباريات الدوري، كان اعلن عنها الحاج عامر حسين انه الاهلي هيلعب مبارياته زي ما هي، ولكن في تعديل في وقت مباراه واحده، مع انه الزمالك تاجل له مباراه الانتاج الحربي عشان تتلعب يوم 15. دي بعض الامور والروتوش النهائيه اللي اتحاد الكره قاعد عشانها النهارده. هيتعمل لجنه مشكله من المهندس هاني ابو ريده، من الكابتن خالد لطيف، المهندس احمد مجاهد. اللجنه دي يبقى هدفها كله مؤتمرات اعلاميه على اوسع نطاق مع الجمهور خلال الفتره المقبله قبل بطوله الامم. طبعا الاجتماع برضو كل التركيز وكل العمل شغال على بطوله الامم وهينجحها، خصوصا ان المهندس هاني ابو ريده رئيس اللجنه المنظمه. اعتقد انه الاجتماع سهل يعني او خفيف بالنسبه لاتحاد الكره النهارده. شيم، شكرا ليك احمد عبد الباسط الناقد الرياضي، اكيد طبعا افدتنا بالكثير من المعلومات عن